أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تريندينج، ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. مشاهدينا الكرام، اكتست عديد المرتفعات في الجزائر حلة بيضاء، ولعل مشاهد توافد المواطنين للاستمتاع بالثلوج في شريعة وتكجدة صنعت الحدث، أين تناقلت عديد الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عبر وسائل الإعلام صور ومقاطع فيديو لجزائريين قدموا من مختلف مناطق الوطن إلى ولاية البليدة وكذا البويرة، حيث كانوا مصممين على الاستمتاع بمناظر الثلوج، وهذا أو قرروا الصعود مشيا على الأقدام دون الحاجة إلى وسائل التنقل والخروج عن المألوف، لتتجسد مقولة رب صدفة خير من ألف ميعاد على أرض الواقع وبمنطقة شريعة الساحرة، وهو ذات الأمر أيضا ما حدث بتكجدة. نترككم مشاهدينا تتابعونا في هذا الفيديو ثم نعود إلى التعليقات. مشاهدينا الكرام، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا وارسلنا لكم بعض التعليقات. جمال الذي كتب: جزائر الخير والجمال والعزة، حفظها الله وشعبها الأبي، اللهم أمين والسلام. تعليق آخر كتبت: الحمد لله ربي يحفظها بلادنا الجميلة، لقد حبنا الله من خيراته الكثير، فشكرا يا الله على كل ما أنعمت به علينا. تعليق نعيم بركي الذي كتب: متعة السير في هذه الأجواء رائعة. تعليق آخر هاجر كتبت: الله يبارك على جمال بلادنا، ربي يحفظها، أمين يا رب. تعليق صار أيضا كتبت: الحمد لله دائما وأبدا طلبنا مطر، ربي يرحمنا بالثلوج، ما شاء الله تبارك الرحمن. ياسمين كتبت: منظر خلاب ورائع، الحمد لله على هذه النعمة الثمينة. تعليق وهاب قاسمي الذي كتب: الحمد لله، إن شاء الله عام خير وبركة لكل الأمة الإسلامية يا رب. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز التعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول. ننتقل بكم إلى موضوعنا الثاني وإلى الهاشتاغ الثاني، وفي عمل بطولي تغلب عليه روح الشجاعة والإقدام وتعبر عن شهامة الجزائري أينما حل وارتحل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا جزائري غامر بحياته لاسترجاع مبلغ مالي ومحفظة سقطت تحت جسر بمدينة قسنطينة لعائلة كانت تلتقط صورة لها، وامتدح نشطاء سلوك الشاب الذي أظهر شجاعة نادرة وخطيرة في نفس الوقت. وفي الأخير مشاهدينا، نترككم تتابعون الفيديو وكيف كانت ردة فعل العائلة.
مشاهدينا الكرام، وبهذا العمل البطولي الذي يستحق الاحترام نختم عدد اليوم من برنامج النهار ترندينج. شكرا لكم.